تسوق يعني بصراحة بصراحة، خليني أكون معاكم صريح، هذا الألماني صحيح تيس، لكنه كان تيس متعافي يا شباب، ما كان تيس هزيل، والله كان تيس متعافي. الحاجة الحلوة في التيس ده إنه لما انضرب السوق وطاح التيس هذا طلع متعافي. ليش طلع متعافي؟ ما سوى شيء جديد سلبي. عودنا النجل إنه عنده ارتدادات حلوة بعض الأحيان، يعني شغال الأفندي بيلعب كمتوسط ما بين 32 والسبعة وثلاثين. أنا سويت، أنا عندي شارت على سويته هنا، كم رقمه هو الألماني، كم رقمه؟ دقيقة، رقمه 4009. اليوم أنا مخمخت عليه ورسمت له شارت، وهذا الشارت اللي بيحتفظ فيه مستعد أعطيله هو هدية، 4009. يا ويلو يسألني عليه حتى في مركز. والله يا شباب اليوم أنا رسمت شارت وحددت رؤيتي فيه، الله أكبر، سويت لكم حتى حركات موجات وبطيخ وقمم وقيعان، 1 2 3 4 ونحن في الخامسة دحين، الله ولي الأمر والتدبير. شايفين القناة المظللة دي؟ هنعتبر إنه هذه القناة هي القناة الصاعدة الرسمية الآن. شايفين المجرم؟ نحن من زمان نتكلم عن 47 ريال، هذه القناة من كتر ما مشي عرضي صار الطموح 50 ريال دحين، ما بين 47 و50 ريال صار الطموح في المستقبل. بس تعالوا نشوف، ما تغير شيء من العنوان الجميل حقه، والعنوان الجميل هو الإغلاق واختراق 38 ريال. تعالوا شوفوا القناة منتصفها كم، قريبة 38 ريال و39 من 38 ل39، نحن اليوم 33.20، يعني إذا طلع السهم 5 ريال ووصل عند الترند ووصل عند منتصف القناة، هذه مرحلة، إن اقتحمها السهم كشف المرحلة الثانية سقف فرعي عند 45، وإذا اقتحم السقف الفرعي كشف سقف القناة الرئيسية عند السهم الأخضر قريب 50 ريال تاريخيا. شوفوا هذا 50 كان لم يغلق شهريا قبل أعوام 2018 تحتها، إلين جاء كسرها، عفوا قبل أعوام 2017 جاء كسرها بشمعة طويلة هنا. شوفوا هنا الإغلاقات الشهرية فين جاية مع سقف القناة، وشوفوا هذه 46.84 وهذه 47 القيعان المكسورة هنا، شايفين هذه كلها من 47 ل50. ترى هدف السعودي الألماني استراتيجيا، لو كنت أنا أبغى أتكلم بلغة توصية، السعودي الألماني وقف الخسارة فيه كسر 31.5، الهدف 50، سلام عليكم، عليكم السلام، كم المدة الزمنية؟ العلم عند الله. ولكن السهم له 3 محطات، أو أهم محطة عشان تقودك للهدف الكبير، إنك وإنت طالع تقتحم إيش خط الترند من قمة شهر 8.21 مرورا بقمة شهر 6.22، يعني تطلع تخترق. أهم مقاوماتك اليومين دي إنك ترجع في خلال هذا الأسبوع تغلق فوق متوسط 50، 33.90 أو 33.88، هلل ما في 33.88، نجبر الكسر نقول 90. إذا اخترق بينك وبين اختراق المتوسط الشهري 70 هلل، هتكشف الجبهة ما بين 36.75 إلى منطقة 38.39، يعني السهم سبق إنه سواها وجاب الرقم ده قبل شهرين، وصل 39.30 وطاح وارتد من القاع. لكن أنا أقول إن شاء الله الثالثة سابتة، وإن شاء الله الثالثة سابتة، إن شاء الله المرة الجاية يطلع فيقتحم 38.39. فسيبقى هذا الشارت للذكرى. أنا أبغى أنسخ هذا الشارت، أسوي له كبي. بالله يا شباب أفتحوا الرابط، إذا اشتغل معاكم في الزوم نزلوه في اليوتيوب، شوفوه شغال ولا مو شغال. ما شاء الله شغال يا رئيس، نزلت شغال. هو كمان في اليوتيوب. نعم، هيا هذا الشارت للذكرى، للذكرى. إذا قالوا لك قفل الألماني تحت القناة 31.5،
يعني السهم معفن. غير كده شررم والوحد اللي شايفينه قدامكم الخريطة دي متى الله أعلم، بس خلوه عندكم للذكرى، راقبوه وخلوه عندكم عشان تعرفوا، حتى تراقبوا الأرقام، الأرقام الرئيسية موجودة، الفيبو أرقامه موجودة، الرسمة واضحة، يعني تقدر دائما ترجع له، شوف السهم فين، اخترق ما اخترق، رجع ها أبو محمود قال لازم يعدي 38 39 منتصف القناة، لو عداها يعني كشفنا إيش 45، ولو عديناها كشفنا 47 إلى 50 ريال. أنا كده متفائل إن شاء الله المرة القادمة لو عدى 38 طار هذا المعفن، لو أغلق شهريا تحت الترين تعرف إيش يعني، لأول مرة يغلق شهريا دون مستوى 31.5 اللي هو قاع 2021 الأول اللي بالسهم الأخضر. شوفوا هو تاريخيا عنده قاعين كانت قبل كورونا، واحد في 2019 واحد في كورونا، وهنا في 2021 و2022 عندنا قاعين متجاورين، فإن شاء الله التاريخ يعيد نفسه ويكرر السيناريو اللي سواه ما بين 2019 و2020 ويروح إلى قمة جديدة بحوله.